تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها. هذا ما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع بلومبرغ، مضيفا أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة التي اعتمدوها، مؤكدا أنهم يعملون حاليا على إصلاحات داخل وزارة المياه وأن الأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليها. هذا الخبر كما تداوله مغردون على تويتر. وننتقل إلى الهاشتاج الذي تفاعل على تويتر بخصوص هذا الموضوع، وكان هاشتاج محمد بن سلمان سنصحح تعرفة المياه. نستعرض بعض أبرز التغريدات. هذه التغريدة تقول: شكرا سمو الأمير على هذه اللفتة اللي بتدل على حرص الأمير وحفظه على مصلحة المواطن وراحته. خلينا ننتقل إلى تغريدة أخرى، هذه تغريدة من أحمد العمار اللي كتب: أتمنى يا سمو الأمير أن يشمل التصحيح وزير المياه وكل مسؤول تحته أخطأ، فهنا يعني مطالبات بالمحاسبة. وسام جستنية كتب أنه يقف احتراما للأمير ويتمنى أن يتدارك مثل هذا الأمر مستقبلا قبل أن يصل للعامة.